معكم البروفيسور فواز القحطاني، نرحب بكم في برنامج وقاية للحديث عن موضوع جدا مهم، وهو علاقة صحة الفم والأسنان بالصحة العامة للجسم. يعتبر الفم هو البوابة الأولى أو النافذة الأولى لصحة الجسم. هناك الكثير من الأمراض التي قد يكون لها علاقة أساسية بالأنسجة المحيطة بالأسنان. الكثير من المراجعين مما يعانون من بعض الأمراض في القلب أو أمراض المناعة، قد يكون هناك بعض العلامات التي تدل على وجود هذه الأمراض. لذلك عند مراجعة طبيب الأسنان يقوم طبيب الأسنان باستعراض كامل وشامل للتاريخ المرضي للمراجع. قد يكون طبيب الأسنان هو أول من يستكشف وجود أي أمراض، قد تكون أمراض مناعية أو أمراض نقص فيتامين معين قد تظهر بشكل واضح في الأنسجة المحيطة بالأسنان، ويتمكن طبيب الأسنان من تشخيصها ومن ثم تحويل المراجع إلى الطبيب المختص لعمل الفحوص اللازمة ومن ثم علاجها. لذلك صحة الفم والأسنان هي عبارة عن نافذة أولية لصحة الجسم. أي اختلال في هذه المنظومة قد يؤدي إلى مشاكل في المناعة والأنسجة المحيطة في اللثة، مما قد يؤدي إلى تهتك في العظم المحيط بالأسنان ومن ثم خسارة تلك الأسنان. لذلك عند عمل أي إجراء روتيني يقوم طبيب الأسنان بالفحص الكامل ومن ثم عمل الخطة العلاجية الملائمة. قد يكون هناك علاقة وطيدة ومباشرة بين صحة الأنسجة المحيطة بالأسنان وصحة الجسم، فعند وجود أي أمراض في الأغشية المحيطة بالقلب وتذهب لطبيب الأسنان لعمل التنظيف أو أي إجراء روتيني، قد يتطلب إعطاء بعض العلاجات أو المضادات الحيوية قبل البدء بالعلاج، لأن هناك علاقة مباشرة بين الأنسجة المحيطة بالأسنان وكذلك بالجسم بشكل كامل.